حمدي البوكاري، كيف تصف الوضع في تعز هذا المساء بعد تطورات الساعات الأخيرة حمدي؟ نعم ليلى، المدينة لا تزال تشهد توترا أمنيا، الوضع ليس طبيعيا في المدينة. اليوم قصفت القوات الموالية للرئيس صالح من منطقة الحصب من سكنة عسكرية قريبة، قصفت بشكل عشوائي على المنازل وما أدى إلى تضرر العديد منها وإصابة شخص على الأقل. الأهالي هناك يشعرون بحالة من الهلع من احتمال تجدد القصف، خاصة وأن هذه المنطقة التي تقع إلى الجهة الشرقية من المدينة، الجهة الغربية من المدينة، وهناك محاولات من أحد المعسكرات لإدخال دبابات وآليات عسكرية إلى المدينة من ذلك المدخل. بطبيعة الحال هناك بعض المسلحين يتواجدون، المسلحين من أنصار الثورة يتواجدون في المنطقة ولكنهم بأعداد قليلة، وبينما تقوم القوة الموالية للرئيس صالح بقصف المنطقة بشكل عام وبشكل عشوائي دون تفريق بين المدنيين والمسلحين. الوضع في المدينة، هذه المدينة لا تهدأ في كل الأحوال، بين الحين والآخر نسمع طلقات النار هنا وهناك ونسمع قذائف هنا وهناك. اليوم شباب الثورة خرجوا في مسيرة قالوا يصفونها بالتصعيدية وزاروا بعض الجرحى في المستشفى. كذلك ما ميز هذه المظاهرة أنها خرجت بعض المشاركين فيها خرجوا بصدور عارية للتعبير عن سلمية الثورة في مواجهة ما تقوم به القوات الموالية للرئيس صالح من أعمال عنف. المشكلة أيضا تتركز في المدينة، أن هناك محاولات من القوات الموالية للرئيس صالح من أكثر من مدخل من مداخل المدينة بتعزيزات عسكرية لإمداد السكنات الموجودة داخل المدينة بعد أن تمكن من دحر إحدى السكنات وسط المدينة والسيطرة عليها بشكل تام. الآن القوات تحاول بشكل أو بآخر أن تعاود إمداد السكنات بمزيد من الآليات العسكرية لإحكام القبضة على المدينة. نعم. التي يصفها كثيرين بالسائرة والتي لا تتوقف فيها الفعاليات الثورية. حمدي البوكاري مراسلنا في تعز، شكرا جزيلا لك.